عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة، قناة الحياة لافي. كيف ما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة بموضوع اللي مش نحكيه فيه على سونيا الدهميني اللي تخدم محامية في قناة الحوار التونسي زميلة أمين جارة، وباش نحكيه على أمين جارة وعلى لطفي العبدلي. كما تعرفوا أنه صارت مناوشات كبيرة ومشادات كلامية بين لطفي العبدلي وبين أمين جارة. بو أمين جارة ما قالش كلام زايد، ما قالش كلام خايب، لكن لطفي العبدلي تعرفوا ديما أسلوبه خايب على الآخر في ردة فعله، في كلامه مع الناس ديما يحكي في كلام زايد. باش نذكركم في الموضوع للي ما يعرفش العركة سببها شنو، لطفي العبدلي قام بشتم شاعر بكلام خايب لطف ما تسمعوش خير. بون كما تعرفوا انه امين جاري يخدم في راديو موزايك، زميلته جات باش تبث الفيديو هذا في راديو موزايك، قالها لي ما تعديش، لطفي العبدلي يحكي كلام زايد وماهوش معناتها مستوى تاع التربيه هذا، ما تعديليش في راديو. قالت له هي اللي راني عملتها كتشيت ولا شنو على كلام الزيت. هوني ما عجبوش لطفي العبدلي، في باله الناس الكل نفس المستوى، الناس الكل لازم تحكي كلام زيد ويلزمنا نسمع كل كلام زيد. قال له مالا يا مسخي اللي بيك اللي عليك، ما خلى ما قال فيه كلام اللطف يا ربي اشو من الفيديو اللي هبطوا على الجيزاني المفيد. كلام ما نجمش نعاوده، انا ما نجمش، ما نسمحش لروحي نعاوده. هون يطلع امين جاره وقال له راهو عيب، صحيح انت قليل تربيه وقليل اصل كي تحكي هكا، وعيب كي انت وصلت عائلتي تقول ما تقولوش امين جاره، قولوا امين رجاره، معناتها اللي خلاه في عبير موسي باش يكملوا تو في امين جاره. قل له انتي باسل وخلينيك تخدم، طافين عليك ذولة يمت هذوم الكل والعوام هذوم الكل، ماذا بيك تدخل ببوشتك خير على خاطر كي تبربشني انا راني قمة هكا. هو قال على روحه نحب نعرف شنو هو مسؤول وشنو بالضبط تخلينيه يخدم، كي شكونك انتي؟ هو امين جارة تخلي تلزق قبلك، هذه مش تكون في بالك بها، وخدم اكثر منك انتي، شنو حطوك كيما البوتو تاع ضو في جار ديميسيون ماستا ماستا بيس لما فيها حد شي وحتى اللي يخدم معاك يهج في نهاره مسكين مسكين، على خاطر المستوى متاعك والمنطقة متاعك خايبة على الاخر. هوني سوني الدهماني دخلت وقالت انا نحب هذا لطفي العبدلي، ما عرفش الحب كيف جاه هذي، قالت انا نحب لطفي العبدلي وانسان ضامر، تعجبني مسرحياته، بورتون مسرحياته كلها كلام زايد وما تدخلش فيها الفامي ولا ناس تقدر بعضها، لكن سوني الدهماني تعجبها وتدخل لها، اذواق تختلف وهي حره ما يهمنيش في ذوقها. المفيد هي قالت كلمه خير، ما قالتش كلمه خايب، الحق فيهم هم الزوز. قالت انا تمنيت انه لطفي العبدلي ما يمشيش في الطريق هذا انه يشتم الناس وكل وينهال عليهم بالشتم وبالثلب وغيره، وقالت تمنيت كان جا عندي رقم وراني كلمته وقلت له فوق علينا من المشاكل هذه والكلام اللي تحكي فيه. وميم طون قالت امين جاره زاد استفز ويعرف انه لطفي العبدلي ما يسكتش، يعرف معناتها منطقه خايب، هذيك علاش لطفي العبدلي يجي. وهوني امين جاره ما عجبتوش الريبونس نتاع سوني الدهميني، قالها توا رجعتوني انا الغلط، وليت انا اللي استفزيته، وليت انا اللي بيا وعليا، وطلع معناتها هو اللي يشتم في الناس ديما عنده ظهر وديما ويقف معاه، معناتها لطفي العبدلي حياته كامله هو يشتم في الناس والناس قابله وساكته فرحانه، وكيف لقى شكون يتصدي له ويجي ويرجع عليه، لكن كلمه حلوه بتربيه قالها هوني وقفت معاه شنو خايفين منه، قالها انا نخاف كان من ربي وكلمتي نقولها وما عندي فيش استفزيت، انا فيديو فيه قلت حياه وقلت تربيه اكيد ما نهبطوش في البرنامج اللي نتبع فيه انا ونخدم فيه انا، تحب تهبطوا انت في برامجك امورك. هو هوني استعجب من سونيا الدهماني كيفاش قالت انه عجبها لطفي العبدلي، انه امين جرى هو الغلط، الناس كلها تعجبت من ريبونس، لكن هي راهي ما عندهاش غايه انها مش تقف مع لطفي العبدلي او تقف مع امين جرى، ليه هي حبت تتحبس المشاكل، قالت كلمة حق هي عجبها في المهنة بتاعه انه قتلك ضامر ويخدم كل، وما عجبهاش من كوتي انه قبيح ويشتم في الناس ويتهجم عليهم، هذيك كيفاش مي برشا عباد مش فاهمينها ومش فاهمين القصد نتاعها بالضبط. هوني حابه تدخل بالسلم تقول لك النار شاعله نزيد نكمل انا نشعلها، فك عليا خليني نقف معاهم بالمعقول، لكن ما فهموش الحكايه. ولو كان ربي يهدي ويرجع المستوى الاعلامي لطريقه الصحيح، ما تنساوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وباي باي.